مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. عدد كبير من المغاربة تبعوا معنا القصة ديال ياسين، قصة كتألم بشتى المقاييس. مشاهدينا الكرام، ياسين من بني ملال كما تبعتوا معنا، أعتقد عنده 34 سنة، مزوج، عنده جوج بنيتات، قرا داكشي اللي قدر عليه. من بعد دار حرفة، كان غادي مزيان، مشى للصباغة. ياسين طلع للطابق الثالث في واحد البريكول، سهل فيه الله بغى يخدم، طاح من تما، تغيرت عنده الدنيا لما هو أسوأ. التشخيص الطبي في الأول دار الحديد في رجليه بجوج، عنده مشكل في العمود الفقري، عنده مشكل آخر مهم، الكوارث. مدة هو كيمشي وكيجي، من بعد ما دار داك الحديد خلى ليه واحد الوضع صعب، هناك تعفن في الاماكن اللي دار فيها الحديد. هذا الحديد الطبي موضوع النقاش كما تبعتوا معنا في الفيديو، الالام يتحصر بشتى الطرق، مسكين بغى يوصل للنتيجه. ياسين تالم بشكل كبير، كان عندنا معاه فيديو يوم امس، المغاربه في التعليقات كل شيء تالم معاه، كل شيء كينادي باسم بروفيسور رشيد اللي تنوي الراي العام اكثر في الموضوع. بروفيسور رشيد اللي تعرف بشكل كبير في قصه كنزه اللي كان عندنا معاه لقب اللي هو المايسترو، هو اللي بدا، هو اللي كيحيل مجموعه تخصصات قضيه كنزه، الكل كان متتبع معنا لهذه القضيه. مشاهدينا الكرام، يوم امس وضعنا الفيديو والمغاربه تواصلوا معاه، الكل يساهم ماديا معنويا معاه بشكل مباشر كما عودناكم دائما، لا صله لنا بالمال، المساعده والاهتمام يكون بين المحسنين وذاك المحتاج. ربط بي اتصال البروفيسور رشيد، شاف الفيديو قال لي الا كان ممكن بغيت الملف ديال هذا الود نشوفه. ربطت الاتصال انا بالعائله، اعطاني الاساس اليوم في الصباح يكونوا عنده، يجيبوا لي الملف. الملف كله داو البروفيسور رشيد، غادي نعاود نقول البروفيسور رشيد الله يرحمني الوالدين، الله يعطينا شي عشره بحالكم حنا بخير وعلى خير. هذا هو الواقع. بروفيسور رشيد شاف الملف، بحث فيه، عرف المشكل ديال ياسين من الاول حتى الاخير، وهنا بدا البادره الاولى. نفس الطريقه باش تتعامل مع كنزه نفسها، اول خطوه خصها دار هو داك التعفن اللي عند ياسين في الجسم ديالو، في الاماكن اللي فيها الحديد، خصو ادويه، خصو علاج مستعجل يتحيد هادشي ومن ثم يدخل العمليه. بروفيسور رشيد ربط الاتصال بالفريق المختص في القضيه ديال ياسين. ياسين هزته العائله ديك الساعه باوامر البروفيسور رشيد، داو لبن رشد ديك الساعه، داروا الاجراءات، عطاو غرفه خاصه كيتعاملوا معاه معامله جد جد حسنه. ياسين في بر الامان بقرار وتدخل قوي من البروفيسور رشيد. ياسين الان كاين في مستشفى بن رشد. الاولويات اللي ناقش معايا في الهاتف البروفيسور رشيد انه اعطى التعليمات ديالو للطاقم اللي معاه والاطقم كاملين، انه الادويه والعلاج ديالو باش يتحيد منه هذاك التعفن اللي عنده في الجسم، ومن ثم غيديروا ليه العمليه. يعني ياسين في خلاصه الموضوع في بر الامان بتعليماته بقرار بروفيسور رشيد. بروفيسور رشيد صراحه والله العظيم يعجز الكلام، يعجز اللسان عن الكلام في هذه اللحظات، رجل المواقف الصعبه. ياسين الان كاين في مستشفى، كاين في مستشفى بن رشد، اطقم خدامين معاه، ادويه، العنايه، كل ما هو ملزم انه يدار في الاول كيقوموا به الان. من بعد 3 ايام او 4 ايام غادي يدخل الطاقم اللي مكلف بالجراحه فيما يخص شنو غادي تحيد وشنو غيتقاد عند ياسين، وفي الاسبوع المقبل غادي يدير العمليه. مشاهدينا الكرام، هذه هي قصه ياسين، قصه كتالم بشكل كبير. امر من الله والدعم للمغاربه والدعاء ديالهم والتدخل ديال البروفيسور رشيد اللي دار مجهود كبير من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه لياسين. العائله اللي تنوي الراي العام فرحانه، الام ديالو، الزوجه مسكينه متبعه الامور عن كتاب من بني ملال وعندها وليدات صغار، والام ديالو الله العظيم الا كتبكي وفرحانه وكاينه دابا في المستشفى وكتشوف ولدها غيتنقد، لانه اذا تفاقم الوضع وهذا شيء لا نتمناه ممكن يوصل لقطعان الرجل وبزاف ديال الامور.
رشيد بروفيسور رشيد دار مجهود وحاول يحتوي على الأزمة بطريقة سريعة جدا من أجل إدراك ما يمكن إدراكه في الموضوع. للتذكير فقط، الأولوية اللي غيخدم عليها بروفيسور رشيد في هاد الثلاث أيام الأولى هو يحيدوا ليه التعفن كله من الجسم ديالو بالأدوية، بمجموعة من الأمور الطبية اللي هو عارفها، ثم يتهيأ بشكل مباشر للعملية باش يحيدوا ليه الحديد. ياسين في بر الأمان. مرة أخرى الشكر الجزيل لجل المغاربة اللي التعاطف ديالهم الاتصال ديالهم الجالية المغربية بشكل كبير. الكل يوم أمس كما اتصل بيا ياسين، كل شيء كيعيط ليه، كل شيء مساندو، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على نبل المغاربة، وهذا شيء متعارف عليه. مشاهدينا الكرام، دورنا أننا نوصل الصوت، وأنا والله العظيم إلا جيت فرح وسعيد، لأنه من كي كان ياسين كي غادي يولي، وهذا شيء أتمناه يا ربي عما قريب. الشكر الجزيل أولا رب العالمين اللي كيخلق الرحمة بيناتنا، ثم المغاربة مجهود كبير، ثم التعليقات اللي كيكتبوا البروفيسور رشيد طبيب الشعب، يا ربي يدخل في هذا الملف ولم يتوانى ولو لحظة أنه تكلف بياسين. مشاهدينا الكرام، هذه مراحل أولية، داروا الإجراءات الإدارية في الأول، تسجل، عطاو غرفة خاصة ياسين على ما يرام. غادي تتبعوا معايا إن شاء الله المستجدات في قضية ياسين، وكذلك حوار مع بروفيسور رشيد لتنور رأي العام أكثر في الموضوع حول قضية ياسين، كيفاش شافها، كيفاش غيبداها، ثم العملية. ونتمنى يا ربي أنه ياسين يمشي على رجليه مع دوك البنيات اللي عنده. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.